ينضم إلينا عضو اللجنة الوطنية للأوبئة دكتور بسام حجاوي. مساء الخير دكتور، وأهلا بك معنا في أخبار المملكة. أبدأ معك من الانخفاض الحاد في الحالات المسجلة اليوم مقارنة بما سجل يوم أمس، ولكن هناك ارتفاع أيضا في عدد الوفيات، على ماذا يؤشر ذلك؟ مساء الخير أولا. يعني إحنا زي ما اتفقنا دائما أنه هو أعداد الإصابات ليوم واحد قد تكون تفسيرها خاطئ، خاصة في حالة الجوائح، وهناك ما يعرف بالأسبوع الدولي للمقارنة. عادة ما يبدأ كل يوم سبت وينتهي بيوم جمعة، يعني إحنا في الأسبوع 39 الدولي للمقارنة، يعني إذا كانت السنة 52 أسبوع إحنا هلا بال 39 اللي هو بدأ ب 26/9 السبت. تراوحت الأرقام زي ما تفضلتي، كان أقلها 431 وأكثرها 1776، وبجوز ال 1776 كان له خصوصية إنه ظهرت أن بؤرة قوية، خلنا نقول، أو أعدادها كبيرة، شكلت 600 إصابة في الزرقاء، لكن لحسن حظنا أن هي هذه تسمى بؤرة مغلقة، يعني سهلة السيطرة عليها. يعني وكنت أنا أتوقع في حديث أنه إذا يعني هذا الخميس الأربعاء، كان لو الخميس ظهر بحدود 1700 ولا 2000 معناته إحنا رقمنا هكذا، لكن إذا نزلت فمعناته هي البؤرة التي تم السيطرة عليها بسهولة من فرق الرصد واكتشاف الإصابة، وبناء عليه نزلت في الخميس إلى 1200. هلأ ال 1200 الجمعة اليوم كان 549، مما يدل أنه أرقامنا، وأتمنى ذلك والحمد لله، يعني إحنا خبراءنا على القنوات يتوقعوا 3000، أعتقد أنه لسه بدري عليها. يعني أنا كنت يعني أزعل لما ألاقي إحنا وصلنا الألف، لكن لو بتاخذ الأفرج أنا بين الـ 431 والأرقام 1776 لأقول أنه لا زالت أرقامنا في الثمانميات والتسعميات. لنرى غدا هل أرقامنا تصح، يعني تكون 600-700. إذن هو المقياس الأسبوعي لعدد الإصابات حتى إحنا نلجأ له. قد يكون فحصنا أكثر، نشطنا أكثر، اكتشفنا أكثر مبكرا، أرقام طلعت في مجموعات، كان اختيارنا جيد في ملاحقة المخالطين اللاصقين، وبناء عليه كثرة الأرقام. يعني طيب، لنلاحظ أنه حتى الزرقاء اللي كانت وصلت 740 اليوم سجلت 72 والحمد لله. هذا ما يعني غير مقلق. طيب، لكن أرقامنا خلينا نقول إحنا لسنا 200 و300 و400، وصلنا إلى 700-800، وهذا معدلنا حتى الآن إن شاء الله. طيب دكتور، ولكن هذا يدفع للسؤال حول أيضا التذبذب في أعداد الفحوص. وصلنا إلى تقريبا 12,000 فحص، وهذا يعني أقل مما كان عليه في الأيام السابقة. هذا التذبذب في أعداد الفحوص ما هو أسبابه؟ يعني برضو أنا حاولت في الأسبوع، على فكرة الأسبوع هذا يقيس معدلات كثيرة، حاولت أن أطلع، لقيت الأرقام المفحوصة في أسبوع المنصرم اللي هو أسبوع لو سميناه 39، على فكرة هذا أسبوع 39 بتقارن بريطانيا. لما أنا أقول استشاري وبيت بدي أسبوع 39 هم بيعرفوا، بيعطوني أرقامهم، وفي أوغندا وفي قطر وفي كل مكان. يعني فعشان هيك أنا بطلع على أرقامنا، كانت 108,000 فحص تم في هذا الأسبوع، لو أنا قسمتهم على 7 راح يطلع بالمعدل 15. هلا طلع 12 اليوم، طلع بعدين 16، طلع 15. هو يعتمد على فرق الرصد كيف اتجهت، هل هناك بؤرة ظهرت في منطقة بعيدة عن العاصمة التي تؤخرني وتخلي يعني أني حصولي على عينات تكون أقل. يعني هذه إحنا بالأفرج تاعي، أنا بكون الأفرج تاعي 15,000 وهو بيعكس لي. هلا في إشي ثاني مهم ستي، إنه قد تكون الـ15 تعكس يعني أرقامها لما تطلع بتعكس مبارح وأول مبارح، نظرا إنه عينات إجت من خلينا أقول من الكرك، عينات إجت من البلقة، من الأغوار، عشان تيجي على المختبر المركزي. كل هذا على فكرة خلينا نحكي إنه عالجناه، ومعالي الوزير هلا بصدد إنه يفتح في 14 مديرية صحة، يفتح 14 مختبر موجود فيها حتى نسرع ونصل إلى يعني معادلة سهلة، إنه الشخص يوصل يعمل عينته توضع في المختبرات تطلع في 24 إلى 48 ساعة على الأكثر. طيب اسمح لي، نصل لشيء صح.
اسمح لي أسألك عن فرق التقصي الوبائي. لا يمر اليوم إلا ونسمع قصة من قصص عدم استجابة فرق التقصي الوبائي بشكل مستعجل لأن تأتي بالفحص في منطقة معينة أو من شكوى من عائلة معينة بأنهم يعانون من الأعراض وخلطوا بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حتى إشعارات تأتي عبر تطبيق أمان. هل هذا نقص في عدد الكوادر؟ هل هذا يعتبر عدم مبالاة كما يفسر الكثير من المواطنين؟ كيف تردون على عدم استجابة سريعة لفرق التقصي الوبائي؟ هل كلام سليم 100% وأنا ما بقدر أخالف فيه. قد تكون فرق الرصد تأخرت في مكان ما، لكن فرق الرصد عندما تخرج لديها خارطة، لديها طريق واضح، هي بتصل إلى المخالط اللصيق. قد تتأخر على مخالط نراه إحنا من وجهة نظرنا أنه أقل اختطارا لنقل العدوى، وقد أنا أصل يعني مثلا شوفي زي ما حكيت البؤرة المغلقة سيطرنا عليها لأنه فيش عدوى، فيش مخالطين إلهم، لأنه كانوا أجانب عمال في مصنع ما فيش مخالطين، لا لصيق ولا إشي سويناها بسرعة. لكن أنا لو رحت قد لا يعرف المواطن أنه قد تكون بؤرة أهم من غيرها في أنه فرق الرصد تلحقها. هلأ إحنا فرق الرصد إن شاء الله أنه ستنتظم، لأنه برضو المراكز الصحية، شوفي مدير صحة أربد الدكتور رياض الشير شو قال؟ قال أنا عندي 8 مستشفيات و142 مركز صحي، على فكرة هذه ستتفعل في خلال أسبوع ليصلها الشخص في الوقت المناسب والمكان المناسب. وما بصير إحنا نعمل محافظات على فكرة اللي بنحكى وشغلات زيك، إحنا عندنا 14 مديرية صحة، عندنا 14 قسم رصد في المديريات، لازم الناس تعرف هيك، عندنا 14 مختبر مركزي في هذه المديريات، لكن ينقصها تم التدريب وتم وضع مختبرات. أتمنى أن نكون في الأسبوع القادم تعلمنا مما من اللي تفضلت فيه من أخطائنا ونصل إلى ما هو إلى يعني معلش دكتور، معلش دكتور بدك تسمح لي، تعلمنا في وقت متأخر وأدركنا في وقت متأخر. الناس ويعني الجميع يسأل لماذا يعني هذه الأشياء التي تعتبر من البديهيات بأنه يتم تجهيزها منذ بداية الأزمة، منذ شهر 3، نحن الآن يعني في شهر 10، فإذا التأخير هو في صالح من وعلى من تقع مسؤوليته أيضا؟ خليني أنا أحكي أجاوب على هذا السؤال. على فكرة الجوائح إذا حد بيعرف فيها هي مدتها دائما يعني مدة صلاحيتها وانتهائها 6 شهور. هلأ كل العالم كان يتوقع أنه بدأت في شهر 2 أو 3 تنتهي ب8، للأسف إحنا دخلنا خلينا أقول في موجة كالآخرين، دخلنا في موجة في 8 و9. إحنا هلأ ولسه نعاني من هذه الموجة، أرقامنا صعبة. يعني لما أنا أقول الرقم اللي قدامي جمعته وأنا حاول أشوف الأسبوع اللي فات، سجلنا 6439 إصابة، 98 منها في المية محلية. فأنا ما عاد إني هلأ يعني بدي أعالج المشكلة عن يعني بطريقة مختلفة عما كنا عليه في 6 شهور اللي سابق. وإحنا كان عندنا سيناريو، هلأ يبدو الناس نطت على السيناريو الأخير، لسه بدري. إحنا هلا بالسيناريو خلينا نقول الثاني اللي إحنا بنجهز حالنا فيه. يعني أنا قمت بعملية تقييم من الوزارة ل 18 مستشفى، ما حدش بيعرف هذا الكلام، من وزارة الصحة، وهي جاهزة عشان تفرض غرف العزل في خلال مدة قصيرة. وعلى فكرة تعليمات من الوزير في كتاب رسمي، تعليمات ضمن قانون الصحة العامة يفعل كل مكان لاعتباره غرف. هلا أنا معاكي يعني قد يكون في أخطاء حصلت، وقد يكون إحنا الفيروس يغير. يعني الخبرة كانوا يتوقعوا 1500 و2000، طب هاي فاجأنا الرقم 574 كل هذا الحكي يجب يوم بيوم أن نتعلم ونصل إلى مرحلة. هلأ الوفيات شوفي كيف 10 اليوم، طب ما هو أنا عندي 6900 زي ما حكيت أنا 6439 في الأسبوع المنصرم. طب كيف يعني ما هو في نسبة وفيات 5% بدها تكبر طول ما كثرت الحالات، بتكسر الحالات الغير اللي ما عندهاش أعراض، والحالات الخفيفة بتكسر وبصير خطر على المستشفيات وبتتعبى المستشفيات وبتصير حالات شديدة، بتصير خطر على أجهزة التنفس. طيب وبصير الوفيات بتكسر. نعم. إذن هنا نسأل عن متى سيصل الأردن إلى مرحلة الخطر ضمن أي معدل؟ كان هناك في تصريحات تم تداولها، تصريحات حكومية، في أنه إذا وصلت أعداد إصابات الفيروس إلى أكثر من 3000 حالة نشطة، إذن البلاد تكون قد وصلت إلى مرحلة الخطر، وهذا بشكل أو بآخر يهدد بإنهيار النظام الصحي. إذن ما الخطر أو ما هو الرقم الذي من خلاله سيصل الأردن إلى مرحلة الخطر؟
خلينا أقول 6 زي ما انحكى أنه 3000. هو ما يعني رقم 3000، 3000 كأني بقول 6-7% زي ما بيحكي الأرقام العالمية، منهم قد يكونوا خطرين على عناية حثيثي بدهم يدخلوا 7% منهم، ووفيات بدها تكون مثلا على فنتليتور على أجهزة التنفس الصناعي. فمعناته أنا بتوقع 7% من 3000، يعني عندي 200 حالي. هل أنا بستوعب هذول 200 حالي لفترة حضاني 10 أيام 1200 إصابة؟ إن شاء الله بنستوعب. ليش؟ لأنه القطاع الخاص دخل على الخط يدعمني، المستشفيات الحكومية تحركت، مستشفى الملك المؤسس رجع مرة ثانية يستقبل مرضى، 10 مستشفيات في إربد هاي تجهزت، هاي بالجنوب عمالهم بفكروا بطريقة ممكن يفكروا كمان يأخذوا مستشفى يعني آخر، يعني يشغلوه فقط الكورونا من المستشفيات الضعيفة الإقبال عليها. كل هذا الحكي أعتقد أنه مدروس، بس بجوز اللي ما بيعرف كيف على الخطط الموضوعة يعني بكون يعني بيحكي مثلا يتوقع. لا، أتوقع هذا جاهز وكله معروف الحكي. يعني يتوقع الخبراء أنه 3000 إذا وصلنا يومي معناته إحنا وصلنا خط أحمر. يعني يجب علينا أن نتنبه. طب بدنا نصير نستقبل حالات. طب هلا يا ستي ما هي مستشفياتنا مليانة من مرضى بوزيتيف بالكورونا وما عندهم مش أعراض أو أعراض خفيفة، عشان هيك أجل بديل اللي هو العزل. طيب المنزلي. دكتور أنا بدي أسألك عن العزل المنزلي، ولكن بما أنك تطرقت إلى موضوع المستشفيات، كم سرير موجودين الآن لاستقبال المرضى ضمن خطط العزل المنزلي؟ كم سرير مجهز لمرضى كورونا أو سيتم تجهيزه خلال الفترة المقبلة؟ خليني أنا أقول إنه يعني معلش السؤال، إنه اللي بهمني بجوز قديش عندي سرير في عناية حثيثي وقديش عندي فنتليتور أجهزة التنفس. نعم. هذا البس، لأن أنا لو سرير ثاني، هاي القوات المسلحة لما بالتنسيق فتحت 2000 سرير في خلال أسبوع للحالات. أنا اللي بهمني هذيك الحالات اللي بتزعجني. طيب الحالات الحثيثة كم سرير نملك للحالات الحثيثة؟ أتوقع في المملكة كاملة لما معالي الوزير الصحة بأمر الدفاع يقول كله يشتغل عندي مشكلة، أتوقع أننا نستوعب 1800 لهذه الغاية. ولسه بدري على هذا الكلام، إن شاء الله أنه يكون بدري وما نوصل، لكن إحنا في أزمة. هل أرقامنا زي ما الكل بيحكي متذبذبة؟ هاي بالأسبوع، نتمنى الأسبوع الجاي إن هل بتنزل؟ ما هذا السؤال، هل بتنزل؟ هل بتظل زي ما هي؟ هاي الوفيات لازم ندير بالنا على الوفيات هلا، والعناية تظل كواليتي زي ما إحنا فيها، عشان هيك اختلفت الاستراتيجيات أو اختلفت الأمور. بس لازلنا على فكرة زي المصفوف اللي حطناها زمان بأول مرة، إنه أقل من 5% من الحالات المفحوصة هي سجلت حالات، والحمد لله إحنا على الحفظ هلا، معناته هذا خطر لازم نطلع عليه. طيب ال 1800 سرير اللي تحدثت عنهم للعناية الحثيثة بشكل متوقع في كل القطاعات الصحية، في كل القطاعات الصحية هذه مجهزة بأجهزة التنفس الصناعي؟ أتوقع أنا يعني استشاري وبائيات وصحة عامة، لكن أتوقع ولكن حتى تضعوا خطط للوضع الوبائي في الأردن، من المعلوم بأنه لديكم طبعاً. من المؤكد أن يكون لديكم معلومة حول أجهزة التنفس الاصطناعي في الأردن. وأنا حكيت الرقم 1800 عناية حثيثي وتنفس صناعي موجود وجاهز، هذا الرقم قد نصله يعني في حالة السوء والسيناريو أنه إحنا 1800. هلا 1800 زائد حالات أخرى قد يكون الوضع أن إحنا يعني هينا إن شاء الحمد لله بلغنا عن 6439 مستوعبينهم نشكيش. طيب دكتور، إحنا وضعنا الحمد لله لحد الآن كويس مطمئن. طيب نشر نشر تعليمات الحجر المنزلي لمصابي كورونا، الآن تم تفعيل الحجر المنزلي؟ خلينا أقول العزل المنزلي. العزل المنزلي نعم. لأنه الحجر أنا بمفهومي خلاص حد سليم وإجا من المطار وكذا وما طلع صاحب هناك برا وفحص هنا. عذرا الكلمة هي عزل منزلي لمن هو مصاب بكورونا. العزل يجب أنه تطلع فحصه بوزيتيف. وعلى فكرة في ناس، بس خلينا أوضح لك، لو واحد راح وعمل حاله أنه فحصنا مش كويس وراح فحص في القطاع الخاص ولا برا وطلع نيجاتيف، لا إحنا بناخذ البوزيتيف. وين يطلع بوزيتيف؟ لأنه هو اللي بخوفنا. إحنا كلنا في حساسية الفحص قد تصل ل 80-85%. اللي بيطلع حظه يطلع بوزيتيف
معناته هو بدنا نعامله على البوزيتيف، لا يروح يفحص ويطلع لي نيجاتيف ويقول انا نيجاتيف هيك فحوصاتكم مش مضبوطه. لا، الفحص هو يعتمد على انت البوزيتيف، انت خلقت معي لذلك. طيب. وبناء علي انا بعاملك كبوزيتيف. هلا البوزيتيف سؤال حضرتك انه احنا بدنا نحاول، حطينا نشره وحطينا مين اللي بيحجر وكيف يحجر وشو شروط البيت ومين يتابع البيت وخلايا الازمات في المحافظات هي اللي تتابع، وفي تعهد لكل هذا الحكي، لان انا بديش احط واحد بوزيتيف في منزل ويقعد يتمشى لي وما يلبس مثلا كمامات وما يلتزم وما يكون ضمن غرفه معزوله وما يكون اهله بالصوره على الموضوع وبسل عدوى، وانا مش ناقصني لانه الانتشار المجتمعي عندنا موجود، فانا لازم ارتب اموري. والحمد لله اتوقع الوزاره انتهت من ولجنه الاوبئه طبعا في هذا الكلام، جهزت البروتوكول جاهز والمعلومات موجوده. طيب والمنسق الوزاره حتى اليوم في ذلك. العزل المنزلي مطبق في كثير من دول العالم العربية والأجنبية، ولكن بشكل أو بآخر ساهم هذا العزل المنزلي في تدمير وانهيار الأنظمة الصحية في هذه البلدان. صحيح. الأردن كيف ينظر إلى العزل المنزلي إذا ما وقع الخطر؟ ما خليني أجاوب جواب. إحنا لماذا رفضنا العزل المنزلي حتى صار التاريخ 12؟ ليش؟ لأنه كنا خايفين من هذه النقطة وحافظنا على أرقامنا جيدة، لأنه العزل خطير إذا لم تكن المنظومة في تنسيق بين المنظومة الحكومية والمواطنين والاقتناع الكامل بأن هناك خطر يهدد الجميع، راح إحنا العزل المنزلي إذا مش مرتب يعملنا مشكلة. رفضنا كاملا، أنا كنت من الرافضين العزل المنزلي، وكلنا اللجنة يعني نقول إحنا فيش داعي له بدأ مش متضايقين وبنقدر نحجر في أماكننا وفي البحر الميت واضح أي نعم في كل في، لكن الحمد لله ووصلنا في بر الأمان في وقتها. هلا لا نستطيع في ضغط على النظام الصحي، في ضغط على مستشفياتنا، صار كثير يطلعوا، صار هلا انتشار مجتمعي في أعلى في أقصى، فلا بد لهذول الناس أخذهم، لازم أنا لازم أراقبهم بس ولازم أتابعهم حتى نصل إلى أرقام على في بر الأمان. لازم عضو اللجنة الوطنية للأوبئة دكتور بسام حجاوي، شكرا جزيلا لك.